السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. يعني كيف لماذا هذا الطعم مشى وهذا المذاق مشى ولماذا هذا الزيت ولات هكذا؟ يعني سؤال هو اللي كنت تكلم معنا، وعلاش لا تكلمت على الراحه ولا المعصره ديال جدودنا ولا بانهم كانوا اقوياء ومشي حيت يعني تغير هذا؟ احنا كنا عايشين في الغاب، يعني الانسان دائما كان ذكي ودائما عرف كيف يعيش ودائما كان يصنع اشياء جميله. الان الناس يتكلمون على الجوده، لا جوده. لماذا؟ لانهم يعنون بالجوده، هذا التعليب وكيجيبوها لك زوينه، ويعني ولكن هذا ليس هذا لا يدخل. الجوده هي المنتوج الذي خلق الله، الذي فيه مغذيات وفيه حافظات للجسم طبيعي. اما لجن زيتون لكي يعنيوا بهما الجوده انه براق وانه جيد ويعجب في العين وليس فيه اوروبيين، فهذا لا جودة فيه. لا 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 جودة نعني بها الأشياء التي تنفع الجسم تكون طبيعية. أكيد أكيد. والإنسان دائما حتى في مثلا في منطقة زرهون، مولاي زرهون، منطقة فوليبيليس، لقاو في هذيك الأثرات أن كاينين سهاريج ديال الزيت، أن الناس كانوا كيعطروا الزيت. حضارة قديمة جدا اللي كانت بعد، أولا هذيك المنطقة كانت منطقة زيتون، وأن كان الإنسان كان يصنع الزيت، وأن هذيك الدليل على ذلك أن يلقاو الرحى ولقاو حتى سهاريج الزيت تما، كانوا كيصنعوا منه ولقاو الحمامات اللي كانوا كيعوموا فيهم، لقاو الأشياء. يعني هادشي من الحضارة، الحضارة ماشي التاريخ ديالها 50 عام، الحضارة التاريخ ديالها خلق الإنسان. ماشي فهذا حمض الإيلينولينيك، واحد الكلمة على حمض الإيلينولينيك، هذا هو اللي كيقتل الفيروسات، هو مضاد للفيروسات، هو رقم واحد في الطبيعه اللي كيقتل الفيروسات، جميع الفيروسات بما في ذلك فيروس الايدز السيدا، اللي الان التجارب الان كدار على هذا حمض الايلونولينيك. الان هذا حمض الايلونولينيك زادوا عليه كالسيوم في الصناعه زادوا عليه كالسيوم، ولات ايلينولينات الكالسيوم ولات كتباع في الصيدليات، ايلينولينات الكالسيوم موجوده الان، وكاين شركات كلها كتقول بان المنتوج ديالي هو اللي كافي. طبعا هذه اشاره تجاريه، ولكن حمض الايلينولينيك هو موجود في الزيتون، هو كافي، وتغليه اوراق الزيتون نشربها ولا اكله مفيدة. هو كافي جدا، واكثر من ذلك السيدات اللي بغاو يديروا الطاجين يديروا ورقات الزيت، الزيتون ورق زيتون كيديروا عصا سيدنا موسى، ولكن ما يديروش اوراق الزيتون في الطاجين، يديروا اوراق الزيتون في الطاجين، يديروا اوراق الزيتون في الطبيخ، يزولوهم ولا ما يزولوهمش من بعد. طعم وتعطي واحد اللذه واحد الجماليه. نعم هذه القضيه ديال الطعم، لان ما تنسى الحمد لله ما تنساش عليه، قضيه ديال الطعم، وان الزيت انا قلت بان الزيت من قبل كان زيت مره وكان زيت غير شفافه، يعني هي فيها تخه وباينه، وكانت حلوه، حتى المذاق ديالها كان حلو، لان الناس ما كانوش كيطحنوا بهذه السرعه وبهذه الطريقه هذه، الناس ولاو باغيين دابا المردوديه، ولا باغي الزيت تعطيه 21 باش يربح، من قبل لا، من قبل الناس كانوا كيصيبوا الزيت بيديهم، وكانوا كيصيبوا الزيت ليهم ليهم من البيت. طبعا ما غاداش تكون الجوده، يعني الخبز ديال الدار ماشي هو الخبز ديال السوق، طبعا الجوده ما غاداش تكون. وان هذا الطعم ديال الزيتون، اولا دخلت بعض الانواع اللي ماشي هي الانواع اللي كانت عندنا البلديه، ثم ان الزيت الان ولات زيت مكرره رافيني، وهذا الريفاينين في زيت الزيتون الان هو في صدد النقاش، خصوصا في اسبانيا وفي جنوب فرنسا الان كيناقشوا، لان ما خصوش يكون. وهذا المشكل ديال حتى ان تكون الجمعيه في فرنسا سميتها جمعيه ديال البوليفينولات، وهذه الجمعيه هذه هي اللي كتهتم بالبوليفينولات، اللي من ضمنهم البوليفينولات ديال الزيتون، كتراهن على الاوروبين الموجوده في الزيتون. وطبعا ملي يعني لهذ المواد، يعني المذاق ديال الزيتون لكان مر، زيت الزيتون تكون مره، وزيت الزيتون تكون كما قلت شويه فيها تخد الزيتون وفيها الاثر الزيتون، تكون غذائيه اكثر من الزيت اللي ولاو كيشوفوها الان. هي شفافه وجميله ومع ذلك وشوفها، ولكن اللي تياكلوها نعم هذا تكون زيت عاديه، زيت عاديه فقط طبعا. يعني اللي باغي الدهن هو اللي الاكل، اللي باغي الزيت ديال الضوء طبعا يعني راه مكتوب على لامبونت. يعني سؤالي عند الدكتور، وهو احنا لقينا اجدادنا وحنا باقي الان احنا نيت يعني مطبعين بزيت الزيتون، هي اللي كناكلو كنطيبو بها وكناكلو، يعني احنا زيت الزيت ما كتخرجش من الدار، لانه عندنا احنا خلوه علينا والدنا وجدودنا، عندنا الزيت كنسوسو بيدينا وكنطحنو بيدينا، يعني كنستعملو غير هو. من اي منطقه سي ابو مصطفى؟ انا هنا في الدار البيضاء، ولكن المنطقه ديال مراكش، يعني كمصلحت معروفه بالزيت. نعم المنطقه المصلحه عندنا الزيتون بزاف، هو اللي كنستعملو. وكنسمحوا اليوم، كنسمحوا بعض الناس كيقول لك ودي هذا الزيت، الزيتون اللي كطيبوا به وكذا راه كيدير امراض وكيدير كذا وكيدير كذا. وحنا لقينا الناس اللي انا على قولي عندي 50 سنه، لقيت الناس اللي هما قولهم سيدي الله يرحمهم جميعا، هذا 100 سنوات كيبقى صحيح، والماكله اللي عندهم اللي كنعقلوا عليها حنا وهي الدقيق ديال الشعير والزيت، هذو هما الاساسيين عندنا في الدوار. نعم اللي عنده الشعير وعنده زيت العود هذا هو الملأ.
كيديروا يعني المفضل عمرهم ما يشوفوا عمر حتى حاجه. هذو اللي حنا كنسمعوا مثلا زيت العود الى طيرتيها ما كيبقاش فيها المسائل اللي هي معقوله كذا. نعم جزاك الله خير. بوحدها ما هادشي هذا هو السؤال اللي واخد الدكتور حيفهم لي علاش. نعم اكيد سؤال علاش يصبح هذا الزيت الزيت ولا مضر ما بقاش. وحنا دابا الان دابا اللي حنا ما نهضوش هنا والدار دابا الان دابا اللي ما عندنا 300 ما يهضروا والدار دائما هي دائما كنطيبوا بها. شكرا ابو مصطفى سيجيبك الدكتور على كل التساؤلات. ابو مصطفى جزاك الله خيرا. هي معلومه يعني ذهبيه لان هذه نصيحه خاطئه ونصيحه اكل الدهل عليها وشرب. لان كان واحد الوقت طبعا هذو الاساتذه اللي قرروا في الطب فرنسا في الغرب لان نحن تفضيل الطب على الغرب. وهاد الاساتذه الغربيين كيعرفوش ما عندهمش معلومات على زيت الزيتون ولا عندهم معلومات حتى على الثقافه الغذائيه العربيه. ما لا يعلمون شيء في الثقافه الغذائيه العربيه. احنا هما اللي عندنا الحمد لله الخبره العربيه ويعني العلماء العرب هم اللي عندهم الاصل ديال العلوم. فهاد الاساتذه في الغرب عموما يعني حتى في امريكا انطلقوا من هاد المفاعلات اللي كتوقع في الزيت ملي كيسخن. ملي كنسخنوا الزيت على 250 درجه كيتكونوا فيه بيروكسيدات وهاد البيروكسيدات خطيره بالنسبه للجسم لانها مواد سرطانيه مواد مسرطنه. طبعا الطبخ العربي ما فيهش الشيء الفريت هذا اللي كنشبوه فيه مثلا البطاطس ولا كنشبوه فيه هادشي. حنا ما كنطيبوش ما كنحرقوش الزيت. هاد الناس اللي قراوا في الغرب وجاو البلدان العربيه ماشي غير المغرب. هاد النصيحه كاينه في العالم كله اللي جاو بداو كيطلقوا هاد النصيحه ان زيت الزيتون الا طيبتي بها مقاد زيت. هذه نصيحه كنسمعوها يعني اكل الدهر عليها وشرب حتى اننا اصبحنا يعني نضحك على هذه الاشياء. علاش؟ لان العلم الان وقف على هذه الحقائق وان الطبخ العربي احنا ما كنشويوش ثم اننا كنطبخوا بالمرق بمعنى ان الزيت كيكون معه الماء وان درجه غليان. هذه ابحاث عملناها احنا في المختبر. احنا ما محتاجينش شي واحد. وهذه اللي قسنا درجه الغليان ديال المرق ملي كيكون يطيب ما كيتعداش 100 درجه لما ان درجه الحراره ديال غليان الماء ملي كيكون الزيت مع المرقه. الناس كيمرقوا معنى كيمرقوا ان كيزيدوا واحد الملعقه ولا اثنين ديال زيت الزيتون. الناس اللي كيعملوا الطاجين في المناطق ديال الاطلس ويعني سوس وهذا المناطق حتى الفوق يعني هذه المناطق الجبليه اللي هما عندهم الطبخ ديال الطاجين بامتياز وهما اللي عندهم احسن طبخ. طبعا نعم الاطلس هو اللي عنده احسن طبخ يعني ربما في العالم. إيه لان باقي ما عندهمش الطبخ بالضغط بالكوكوت ولا باقي عندهم الطاجين وباقي عندهم هذاك الطبخ ياخذ الوقت ديالو. الطاجين كياخذ 3 4 سوايع وشويه وباقي زيت الزيتون وما عندهمش ذاك الزربه للماكله وما عندهمش المسيو وما كياكلوش سخون وما كياكلوش بهذا وكياكلوا بيدي. يعني باقي عندهم اشياء جيده. يعني هذه هي الثقافه. يعني الناس اللي بغاو يديو ولادهم يتسالاو ولا ياكلوا مزيان شي حاجه يمشيو لهذه المناطق هذه.